السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام الانتقال إلى التردد الجديد وضبط أجهزتكم لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من أولى فقراتنا بالمقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظاهر محاضرون مجانيون من محافظة القادسية قرب مبنى وزارة التربية في بغداد للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم، فلنشاهد. طبعا انتهت المهله اللي كان مطرحها وزاره التربيه حاليا، راح نبدا بالموقف التصعيدي وعلى بركه الله وزاره الفساد عسى ولعل نحصل انصاف، لانكم مثلا تعرفوا المناشدات والمطالب بعد ما تفيد وياهم، فنستخدم غير اساليب يمكن راح تضرنا او تفيدنا الله اعلم، بس احنا هاي الخطه مجبرين على ونشوف تاليتها شنو ان شاء الله. هاي سياسه الفساد ماكو استجابه من عندها، على الرغم الصبح اجت القوات الامنيه وحذرتنا من الوقوف بنص الشارع او غلق الوزاره مع عمليه اعتقال او الضرب، بس احنا رغم ذلك راح نجازف لان حقوقنا اهم من كل شيء. ان شاء الله، بس حاليا استطعت اسولف ويا هذا العميد او القائد. شاركوا للبث. هل هذا معقول؟ مو قلت يومين هالشدة والزور. اسمع يا مسؤول، هل هذا معقول؟ مو قلت يومين هالشدة والزور. اسمع يا مسؤول، هل هذا معقول؟ مو قلت يومين هالشدة والزور. اسمع يا مسؤول، هل هذا معقول؟ مو قلت يومين هالشدة والزور. نبقى مشاهدينا الكرام في نفس الموضوع ومع نفس المتظاهرين، حيث نتابع اعتداء القوات الحكومية على المحاضرين المجانيين قرب مبنى وزارة التربية في بغداد واعتقال 5 متظاهرين منهم وفقا لشهود عيان، فنشاهد. ضربوه سحلوه. شباب جاي يطلعون بيهم رايح يكون كتاب، ما اقدر اصور ترى يعتقلون، يعتقلوا 5، اعتقلوا 5 والله وامهاتهم وياهم. فلنتابع مع حضراتكم التعليقات التي وردت على هذا الموضوع في فيسبوك. في أول تعليق لدينا، فرح العقيلي تقول الله ينصركم يا رب. وفي تعليق آخر، رضا العابدي يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولدينا ضمن التعليقات كذلك، عبد الكريم الخالدي يقول الاعتداءات على المحاضرين حتى في التعيين والعقود، لكم الله يا محاضرين، والله على من اعتدى وسلب الحقوق. وفي آخر التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام، أمير عدنان يقول بالتوفيق الله ينصركم. إذن هذه المشكلة مستمرة مشاهدينا الكرام بالنسبة لأصحاب العقود أو موظفي أو المحاضرين المجانيين في العراق. ننتقل من المحاضرين المجانيين إلى موظفي العقود في صحة المثنى، حيث صعدوا من تظاهراتهم المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وشكوا حالهم المعيشي بسبب عدم صرف أجورهم ومستحقاتهم، فلنشاهد.
صحة المثلث. صار لنا شهرين نتظاهر ونعتصم، صار لنا اسبوع بالشمس، فاتنا الحر، فاتنا الضيف، ما حد وصلنا ولا واحد جانا. لكن يوم شخص باعق لنا مال غازي ل 11 اطفاله، والله ما عنده 10 اطفاله، والقران ومحمد والله العظيم يحلف ما عنده، وعايشته بصريفه. الله اكبر، ما عنده يعني خبزه يريد يعيش خبزه. انتم من يوم الليل بس قولوا لي من يوم الليل ايش قد انتم ايش قد؟ احنا 600 عائله. الله وكيلك، صار لهم 14 15 سنه حراميه. الله وكيلكم فساد فساد حراميه. الشبعان ما يحس بالجوعان، هسه نتفتش لا رواتب يرضون على عوائلهم، يعني يرضون هسه على عوائلهم نتفتش ما عندنا راتب. هو هسه ما يتحط لنا يوم، ذاك اليوم ما يتحط لنا يوم، قلب الدنيا قلب. كفيلكم الحسين فساد فساد. هاي الوزاره كلها الصحه ما المثنى كلها. لنقرأ جزءا من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع في فيسبوك. في أول تعليق لدينا، نور تقول: حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، عبالهم يسكتون العقود على هذا، عبالهم يسكتون العقود على هذا الظلم. في تعليق آخر، نور علي تقول: قواكم الله أخوتي، عفي عليكم إصباع، هي لو هيجي لو ما حد بحالنا. وفي تعليق آخر من حيدر يقول: عاشت إيدكم الأبطال. وفي آخر التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام حول هذا المقطع، رائد سالم أبو أحمد يقول: حياكم الله يا طيبين، والله العظيم حقكم أكثر من ذلك أيها الأبطال. إذن نبقى في هذه المواضيع مشاهدينا الكرام، ونتابع وقفة لعقود جبية الكهرباء أمام مبنى الوزارة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، فلنشاهد. أيضا لدينا تعليقات نقرأها مع حضراتكم حول هذا الموضوع. رائد يقول: قراء المقاييس مظلومين، صارنا 9 أشهر بدون راتب، يقصد بالنسبة لما يسمى بعداد الكهرباء. نافع يقول: من واحد يشتغل وما تنطونا راتب، شنو تتوقعون؟ إلى متى يسكت؟ وفي تعليق آخر أوس يقول: سنة بعد الشعب كله ما عنده راتب. أيضا هي إشارة إلى الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه العراق الآن. وجعفر البزوني يقول: الله على كل ظالم. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. هنا نتابع مع حضراتكم هتاف من المتظاهرين ضد رموز نظام المحاصصة الطائفية في مدينة الكاظمية ببغداد، فلنشاهد. أيضا نبقى في هذا الموضوع، حيث هتف المتظاهرون في المحافظات العراقية ضد التدخل الإيراني في شؤون بلادهم، فلنستمع. الله الله أكبر.
فلنقرأ التعليقات مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع. صلاح حميد يقول: والله عيب هسه ذول ما يسمعون هاي الهتافات عليهم، ما يستحون لك، وين الغيرة وين الكرامة؟ في تعليق آخر معتز حسن يقول: صح لسانك. وأيضا في تعليقات أحمد الركابي يقول: عاشت حناجركم. وفي آخر التعليقات لدينا عواد الجبوري يقول: عفية الأحرار، عفية أنصار الحسين. كانت هذه جزءا من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع في فيسبوك، نراكم بعد قليل. عبر خدمتي أنت ترى وردنا مقطع لاعتداء القوات الحكومية على حاملة الشهادات العليا المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي والمطالبين بالتعيين، فلنشاهد. تم إطفاء أضوية الوزارة. يصعدون. الآن يصعدون نايم العالم. تم إطفاء أضوية الوزارة وتم التعدي لليوم الثاني. اليوم تم إزالة صحيات حملة الشهادات العليا. أهلا بكم إلى فقرة الخبر المزيف. تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما في اليمن مقطعا مصورا لنيزك يسقط في العاصمة صنعاء مساء يوم السبت، لكن الحقيقة أن هذا المقطع مصور في الولايات المتحدة الأمريكية ومنشور قبل نحو 10 أيام على موقع تويتر في تاريخ 29 من تموز يوليو عام 2020، فنشاهد المقطع المتداول للخبر المزيف. إذن مشاهدينا الكرام نراكم بعد قليل بفقرة صندوق الوارد. من الرسائل الواردة لدينا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعونا نقرأها لحضراتكم الآن. في الرسائل الواردة لدينا مشاهدينا الكرام نقرأها على الشاشة بشكل أفضل أمام حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نناشد الحكومة والجهات المختصة بإنصاف المهندسين والمهندسات المطالبين بحقهم المشروع بالتعيين والمعتصمين أمام بوابة رئاسة الوزراء وسط بغداد منذ عام 2019، وإلى الآن لم نحصل على حل لقضيتنا، وها نحن الآن في حالة يرثى لها من التدهور الصحي بسبب أشعة الشمس الحارقة. مشاهدينا طبعا هذه الرسالة هي رسالة واردة ومناشدة أيضا على منصتنا الإلكترونية. بإمكان حضراتكم
أن تتواصلوا معنا من منصاتنا الإلكترونية لإرسال ما تودون عرضه على شاشتنا. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج تداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي واسم وينهم للمطالبة بالإفراج والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين في السجون الحكومية والميليشياوية. دعونا نقرأ لحضراتكم بعضا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. يوسف محمد يقول: آلاف العوائل تنتظر الكشف عن مصير أبنائهم، حكومات متعاقبة لم يكن لها موقف جدي في هذا الموضوع، نطالب الحكومة بتشريع قانون المغيبين قسرا من أجل إنصاف عوائلهم التي تعاني الويلات من أجل لقمة العيش. في تغريدة أخرى، وليد خالد يقول: أطفالهم بانتظارهم، هاشتاج وينهم. ولدينا أيضا ضمن التغريدات كذلك محمد الصالحي يقول: أولادنا أمانة في أعناقكم، نطالب بالتحقيق بمصير المغيبين. وفي آخر التغريدات لدينا محمد وسام يقول: سنوات مرت ورجالنا لا نعلم مصيرهم، أنصفونا ولو لمرة واحدة. مشاهدينا، تتحدث منظمة Human Rights Watch أن أعداد المغيبين والمفقودين والمعتقلين في العراق تتراوح من 250 ألف شخص إلى مليون شخص، هو رقم كبير جدا في العراق في بلد بحسب التعداد السكاني، وكذلك نظرا للوضع الأمني المنهار هو تأكيد كذلك من المنظمة الدولية على حقيقة الأشياء الحاصلة الآن في العراق، خاصة فيما يتعلق الموضوع بقضية التغييب القسري. نراكم بعد قليل. في المقاطع المنوعة دعونا نتعرف الآن مشاهدينا الكرام على أصل حلوى عاشوراء وكيف وصلت إلى مصر، فلنشاهد. ننتقل إلى موضوع آخر لكن لن نخرج من مصر. زهرة الياسمين، فنشاهد من هي أكثر الدول العربية إنتاجا وتصديرا لها. يتعلم بيدمه، ولازم ديت المهنه ديت بتكون عايزه ايه؟ انتباه، وعايزه كمان ايد سريعه، لان هي ما فيش الا بتتاخد اللي هي النواره اللي هي مفتحه دي. We'll be right back.
وفي آخر المقاطع المنوعة لدينا مشاهدينا الكرام، قام خفر السواحل الأمريكي بإطلاق النار على قرش ضخم، وذلك في محاولة منه لإنقاذ حياة 30 شخصا نزلوا للسباحة. فنشاهد. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.